توقع بنك مورغان ستانلي أن يثبت البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماع الخميس بالرغم من تباطؤ التضخم مؤخرا. البنك الأمريكي رجح أن يخفض المركزي الفائدة ابتداء من شهر فبراير من العام المقبل، مشيرا إلى أن التضخم سيظل عند مستوياته حتى نهاية هذا العام، ثم يتباطأ تدريجيا إلى نحو 16% بحلول منتصف العام المقبل. على الجانب الآخر، خفض البنك توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2024 بالخفض إلى 2.19% على أساس سنوي من 3.10% سابقا، على أن يتسارع النمو إلى 4.18% في السنة المالية القادمة. كما توقع مورغان ستانلي اتساع عجز الحساب الجاري خلال العام المالي الحالي إلى 25 مليار دولار قبل أن ينخفض إلى 14 مليار دولار في العام المقبل. ورغم الضغط المستمر على رصيد الحساب الجاري، أشاد البنك بارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية بعد توحيد سعر الصرف في شهر مارس، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطات الرسمية وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية. ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. أهلا بك دكتور. تحدثنا في الأسبوع الماضي وحضرتك كنت أيضا تقول بأنك لا تتوقع أن يقوم بخفض المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، ولكن أيضا توقعات مورغان ستانلي بالنسبة لأرقام التضخم، يعني هو يتوقع انخفاض التضخم إلى 26% في نهاية هذه السنة وإلى 15.7% بحلول يونيو من العام المقبل. هل تتفق مع هذه الأرقام بالنسبة للتضخم وبالنسبة للتوقعات المركزي المصري؟ ذاكرتك قوية يا أستاذة مايا، صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على أستاذ عماد وكل السادة المشاهدين. طبعا يعني الحقيقة في ثلاث نقاط أساسية في التقرير بتاع مورغان ستانلي أظن أن احنا ممكن نعلق عليها: النمو في الجي دي بي والتضخم ومستوى الفائدة. اولا فيما يخص النمو على الجي دي بي اجمالي الناتج القومي، هو التقرير بيتوقع ان هو يتباطأ من 3.1 الى 2.9، فخلينا نقول ان هو تقريبا في حدود 3%. انا على مدار العام الماضي او ال 12 شهر الماضيين كان يهمني جدا وكنت بقول ان احنا نركز على استهداف التضخم، تخفيض التضخم، ومش مهم صناعة معدل النمو مرتفع دلوقتي 5 أو 6%، نكتفي ب 3%. وبالتالي بالنسبة لي رقم 3% مقبول جدا بشرط استهداف التضخم عبر سياسة تشديدية نقدية ومالية، ونحط 3-4 شروط تحت طبعا سياسة تشديدية مالية. النقطة المهمة أيضا فيما يخص إجمالي الناتج القومي أو النمو عليه، إن التوقع بارتفاع معدل النمو إلى 4.8 في العام القادم يهمني جدا إن هو يكون مدفوع باستثمارات القطاع الخاص وليست استثمارات عامة، واستثمارات القطاع الخاص تكون استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير عشان نسد الفجوة التمويلية بطريقة سستينابل ومستدامة وآمنة بعيدا عن أدوات التمويل الاستدانية الأخرى. دي أول نقطة. النقطة الثانية بقى اللي هو التضخم اتفضل. تفضل دكتور أكمل. أكمل أستاذ عماد؟ أوكي. التضخم والفايدة والفايدة على الدولار الأمريكي والقرارات المتوقعة فيما يخص المحروقات والكهرباء. الأربع أمور دول مع بعض مترابطين. في اعتقادي إن الفايدة على الدولار الأمريكي هيبقى فيه تخفيضين ربع في ربع. في الربع الاخير ربع في المية في ربع في المية في الربع الاخير من عام 2024، وده هيكون ايجابي بالنسبه للجنيه. ده اولا. ثانيا ان القرارات بتاعه المحروقات والكهرباء قد تضيف بعض من الضغوط التضخميه، قد تكون في حدود من 3-5% تظهر على مؤشر التضخم على مدار قراءتين من المستوى الحالي اللي هو 28، يبقى ممكن نطلع تاني ل 30 مثلا او 32، ثم نعاود الانخفاض ونقفل السنه في حدود 24% 25%، وده تقريبا نفس الارقام اللي ذكرها مورغان ستانلي في التقرير بتاعه. نهاية بقى وانتهاء، يبقى معدل الفايدة على الجنيه المصري هيبقى شكله عامل ازاي في ظل الثلاث امور دول؟ في اعتقادي ان يعني من المبكر جدا ان احنا نتكلم عن اي تخفيض على مستوى الفايدة على الجنيه المصري قبل ما يحصل حاجتين: قبل ما يتم تمرير القرارات بتاعت المحروقات والكهرباء، ثانيا قبل ما معدل التضخم العام ينزل لمستوى 25% او اقل. عند ال 25% هيبقى في ريال انترست ريت معدل فايده حقيقي على الجنيه المصري 3%.
وقبل 3% ما نقدرش في اعتقاد يعني ما نقدرش ان احنا نخفض مستوى الفائده على الجنيه المصري ابدا في ظل الظروف الحاليه. نعم طبعا دكتور محمد، الفائده الحقيقيه الان هي تقريبا صفر بالنسبه للجنيه المصري اذا ما قارنت مع التضخم. طيب يعني انا ودي ان اسالك عن عامل قد يؤثر على هذه الارقام، هي هي صفر الان بعد ما كانت يغير كثير من هذه الارقام. صحيح، العامل هو التوترات الجيوسياسيه، كيف من الممكن أن يكون تأثيرها على هذه التوقعات إن كان لمورغان ستانلي أو حتى للتوقعات والخطط التي تضعها الحكومة المصرية؟ التوترات الجيوستراتيجية ده دائما الفيل في الغرفة اللي الواحد مش عارف تقريبا حجمه قد إيه وهيتحرك إزاي وفي أنهي اتجاه. لكن لو افترضنا إن التوترات الجيوستراتيجية هتقل حدتها في العام القادم ال 12 شهر القادمين مثلا، فده ببساطة هيؤدي إلى عودة تدفقات دولارية مرتبطة بقناة السويس قد تكون في حدود 5 مليار دولار في السنة، زائد عودة 10 مليار دولار فروقات في تحويلات المصرف الخارج ما بين الطبيعي اللي كان في حدود 32 مليار وما بين الرقم اللي نزلنا له في حدود 22 مليار لما كان في اضطراب في سوق الصرف، وبالتالي ممكن يبقى في إضافة في حدود 15 مليار لو الأمور استمرت مستقرة أو لو الأمور عادت الاستقرار. أما لو الأمور توترت أكثر من ذلك ومثلا كان في ارتفاع في سعر المحروقات أكثر من 90 دولار للبرميل فده هيبقى له أثر سلبي. لو الوضع يعني تأثر أو أثر على قناة السويس بأكثر من الوضع الحالي بكل تأكيد هيبقى ده له تأثير سلبي، فده المعيار اللي ممكن نقيس على أساسه. طيب خلينا نحكي كمان التحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك بزيادة قدرها 36 مليار بحسب تقرير مورغان ستانلي منذ فبراير وحتى الآن، إلى أي درجة يمكن أن نعول أيضا على صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية في النصف الثاني من هذه السنة دكتور؟ أنا في اعتقادي أن الوضع فيما يخص صافي الأصول الأجنبية للبنوك أو نظام المصرف المصري سواء كان بنك مركزي أو بنوك تجارية هيبقى آمن جدا. الأرقام آخر رقم يعني تم الإعلان عنه اللي هو إيجابي بوزيتيف 14 مليار دولار، ده رقم غير مسبوق في التاريخ المرصود القريب آخر عقد أو 15 سنة يعني، وبالتالي ده رقم آمن جدا بعد ما طبعا ما كنا وصلنا الماينس أظن 28 أو 29 صحيح. مليار صحيح، فده رقم جيد جدا وده يطمننا على الفجوة التمويلية الدولارية للأعوام القادمة. يعني ثلاثة أعوام مثلا هتكون الأمور المالية آمنة ومستقرة فيما يخص الفجوة التمويلية الدولارية بشرط أن الحكومة فيما يخص سياستها المالية تبقى تجديدية، يبقى في اكتساب استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير عشان بعد الثلاث سنوات ما نواجهش مشكلة شبيهة باللي كنا فيها في السنوات الماضية. دكتور محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ونبقى في مصر حيث كشف مسؤول حكومي للشرق أن الحكومة المصرية ستسدد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة والبالغة 3 مليارات و200 مليون دولار على 3 دفعات خلال السنة المالية الحالية، على أن تكون أول دفعة بقيمة 1 مليار و200 مليون دولار في شهر أكتوبر المقبل. هذا وسددت الحكومة 1 مليار و300 مليون دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد بنهاية شهر يونيو الماضي.